بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. كنا بالأمس القريب ننتظر هلال رمضان وتتشوق النفوس لدخوله وتحن إلى إدراكه وتدعو الله عز وجل لبلوغه، وكان من هدي السلف أنهم يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. ودخل رمضان وها نحن في الليلة العاشرة، ينقضي ثلث رمضان، وهكذا ستمضي الأيام وستمضي الأعمار وستمضي السنون، ولكل أجل كتاب. اغتنام الفرصة وشكر النعمة بلزوم العبادة والقيام بأمر الله عز وجل في هذا الشهر بما قد قدره. ومن أعظم هذه العبادات هذه الكلمات والآيات البينات الواضحات التي كانت تتلى وتقرأ على أسماعنا، فإن الله عز وجل خص هذا الشهر بكثير من الفضائل والفضل. من هذه الفضائل أن الله عز وجل اختصه بنزول القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي الحديث الصحيح من أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه القرآن في رمضان، وذلك في كل ليلة. وقد قرن الصوم بالقرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لا شك أن الجمع مكلوم وأن الكل محزون وأن الهموم عظيمة وأن القروب كثيرة، فتأتي آيات القرآن شفاء ودواء لما في الصدور. وقد ختم الإمام القراءة في هذه الركعة: فإن تولوا فقل حسبي الله. وهذا حال العبد مع ربه سبحانه وتعالى، عندما تنزل المصائب وتحل النكائب ليس له من مفزع ولا من ملجأ ولا من سبيل إلا أن يؤوب وأن يتوب وأن يعتصم بالله عز وجل الذي انفرد بالوحدانية والألوهية والخلق والتدبير والأمر، والذي بيده الأمر كله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما نحن فيه من بلاء ومن كرب ليس الأول ولا الأخير، فإن كان من كرب فإن أعظم بلاء وأشد كرب مر بالمؤمنين كان ليلة بدر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، لبيان خطورة الأمر وأهميته. وإن كنا ما نحن فيه بلاء وأصابنا بأحزان على اختلاف أحزاننا وتباين فهومنا ومعرفتنا بالواقع والأمر، فإن أعظم محنة وأشد بلاء قد مر بالمؤمنين يوم أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكالب الأعداء على الرسل والأنبياء وعلى الصالحين والأولياء منذ الأمد الأول إلى قيام الدين، والحرب سجال والباطل لجلج والحق أبلج والباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. محنة واختبار وابتلاء عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ونحن في دار قد طبعت على النصب والتعب، دار أخطار وأكدار، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. والدنيا ليست دار راحة، وإنما الراحة تكون في الجنة، كما قال الإمام أحمد: متى تكون الراحة؟ قال: عندما تطأ الجنة بقدمك. وقد سبق الرسل والأنبياء إلى هذا القول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال إبراهيم عليه السلام عندما تمالأ عليه الكفر من كل حدب وصوب فألقوه في النار، قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النيران، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين
قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن التمالؤ على الدين والحق وعلى الإسلام والخير وعلى الرسل والأنبياء وعلى الصالحين والأولياء قائم إلى قيام الساعة، فإن الطريق إلى الله عز وجل طريق طويل ناح فيه نوح وتعرض للنار فيه إبراهيم وقتل فيه يحيى وذبح فيه زكريا وسجن فيه يوسف وصاحب البراري فيه موسى وتعرض للقتل فيه عيسى وأخرج من بيته محمد صلى الله عليه وسلم. لست وحدك في طريق الهموم والغموم، ولست وحدك الذي تتألم وتحزن، ولكن الله عز وجل يكشف الكرب ويزيل الهم، ولكن باتباع أمره ولزوم شرعه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا لمن أحسن السير وتمسك بالكتاب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن مع العسر يسر. قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما دخل يونس في بطن الحوت فنادى هناك في الظلمات ليس معه أحد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا ملجأ ولا منجأ للعبد في كل أحواله إلا أن يؤوب إلى ربه وأن يصلح من نفسه، فإن صلاح الأنفس سببا في مرضاة الرب وفي تفريج الكرب وفي تغيير الأمر. قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله عز وجل إن قال صدق وإن حكم عدل، وما ربك بظلام للعبيد. وقد سبق في كتابه المبين وتلي على أسماع عباده المتقين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آيات القرآن برد ونعيم ورحمة وشفاء لما في الصدور. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في إقبالهم وإدبارهم في سلمهم وحربهم في أفراحهم وفي أطراحهم في سرورهم وفي أحزانهم. جعل الله عز وجل الكتاب شفاء لما في الصدور، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإن تولوا فقل حسبي الله. قال نوح عليه السلام رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجعل الله عز وجل تفريج كربه وكشف همه وهلاك أعدائه في سفينة في صحراء، فحملناه على ذات ألواح ودسر، فنجاه الله عز وجل وقال سيهزم الجمع يولون الدبر، وكتب الله عز وجل له السلامة عندما يبلغ الباطل عنفوانه وشدته ويبلغ الحق ضعفه، ولكن بشرط تمسكه. ينزل الله عز وجل أمره ويحل الله نصره وينصر الله أولياءه ويخذل الله أعداءه ويجري الله أقداره ويظهر الله أحكامه. فإن نوح عليه السلام قال إني مغلوب فانتصر، بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة بعد أن مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وإن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وثالث خير الناس والبشر بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد إبراهيم كان موسى عليه الصلاة والسلام. ولد في ظروف يقتل فيها الصبيان، وجرى به البحر هربا من أعين فرعون فوقع في داره، فقدر الله أمره وأخرج الله عز وجل روحه، وقالت امرأته قرة عين لي ولك له، وعاش في البيت وحدث ما حدث، وقتل الرجل وتمالأوا على قتله واجتمعوا على الفتك به، وجاء رجل فنصح يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا نبي من الأنبياء ورسول من الرسل ومؤيد من السماء، كيف يهرب كيف يخرج؟ لا بد أن يقف، لا بد أن يحارب. هي سنن الله، قدر الأمر قدره، وانظر أين تضع قدمك بالكتاب والسنة وكيف تبصر بالآيات ليست بالعواطف. فخرج منها خائفا يترقب، سبحان ربي الأعلى
رسول ونبي يهرب ويخاف، نعم لا يتمكن له الآن النصر ولا التمكين، ولم يقدر له المواجهة، ولم يأمره الله عز وجل بالأمر. قال رب نجني من القوم الظالمين، وخرج في الرحلة حتى وصل إلى شجرة فشرب من بئر وأكل من ورقها ونام في ظلها. قال ابن كثير وكانت قدماه قد تنقبت أي تقطعت من شدة الجروح. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أين الخير في جوع أنت تطارده، وفي خوف يلاحقك، وفي هروب من أرضك؟ نعم هذا هو عين الخير، أن استجاب وخرج. ولما وصل إلى الرجل الصالح قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم عاش راعيا للغنم، ثم عاد آمره الله عز وجل أن يخرج وأن يعود. فلما اشتد البرد عليهم قال لزوجته امكثوا، فذهب إلى الشجرة المشتعلة حتى يأتيهم منها بشهاب قبس لعلهم يصطلون. فبدل أن يأتيهم بنار بها يتدفؤون، أتاهم بوحي وبرسالة بها ينعمون في الدنيا والآخرة، ينجون من نار الله عز وجل، ويدخلون جنته، ويذهبون إلى أعلى طاغية وأكبر داهية في الأرض، الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ليقيم عليه الحجة ويظهر الأمر ويدعوه إلى الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ومضى موسى إلى فرعون، وعاد مرة أخرى بعد الفزع وبعد الخوف. وبعد أن خرج أمشي في الطريق لا يدري، فلما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وذهب إلى فرعون يدعو، وأظهر حججه، وأقام الله عز وجل أمره، وجمع فرعون سحرته، وجاء موسى بنفسه ووحدته ليس معه إلا أمره، فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فألقوا عصيهم وحبالهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فأظهر الله عز وجل الأمر وقت الضعف، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هل يسكت الباطل عند ذلك؟ قال فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. موسى جاء لتوه بعد غربة 10 سنوات، ما رآهم ولا يعرفهم، أنت الذي جمعتهم، أنت الذي ربيتهم، فلما انقلبوا عليك انقلبت. هكذا الباطل، ولكن الحق يمشي في سبات الجبال وفي نسيم الأسحار وفي ظل السحاب ومثمر كالأشجار، والجولة جولة الحق وإن طال القدر والمقام، ذلك أمر الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قد تتأخر الجولة أو تتأخر الأيام واللحظة أو تكون في جيل بعد جيل. فموسى عليه السلام دخل قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. بعدما رأوا آية هلاك فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فأدركه الغرق. قالوا اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ضرب الله عليهم اتيها بمخالفتهم. كم مخالفة في حياتنا، كم ذنب، كم معصية، كم من الأوزار، كم من الأرحام المقطعة، كم من العقوق. والله قبل أن أتيكم الأخ يريدني أن أدخل في محاولة إصلاح بين رجل وبين أبيه. قال ذهبت لأبيه فخلع لي ملابسه وقال انظر ماذا فعل بابني، وجد الجروح في ظهر الأب من ضرب الابن. قلت له والله ما أحتمل ولا أستطيع أن أدخل في مثل هذه أبدا، كيف فعل بأبيه كذلك؟ قال حتى أمه، إن أمه قد كسر ذراعه. كيف تنصر أمة بمثل هذا؟ أرحام مقطعة، وأباء بين أبنائها مهددة تضرب، ودموع تجري، وحرام في حياة الناس من ربا ومن رشوة. كل ذلك يكون سببا ونذيرا لهلاك الأمم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. عاش في التيه وهو من أولياء الله، من رسل الله، من أولي العزم من الرسل، وعاش معه هارون أخي اجدد به أزري. عاشوا في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. سبحان ربي، هو من أولي العزم، كيف تشك أنت في نفسك أن يضرب عليك التيه مع كل هذه الذنوب وأنت لست بنبي ولا حتى ولي؟ وكان يتمنى ويرجو ويدعو ربه أن يدخل الأرض المقدسة. فمات هارون، وبعده ب3 سنوات مات موسى. ولكن في وقت التيه كان يربي، عند التيه التزم الحق، عند الفتن التزم القرآن والسنة، لا تقبل ولا تدبر ولا تقوم ولا تقعد ولا تتكلم إلا بآية أو دليل أو حديث، فإن الأمر كله مقدر، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأخذ يربيهم. فلما ذهب جيل الجبناء ومات الصالحين والأنبياء والأولياء
قام يوسع بن نون فرفع الراية وقام للغاية واقتحم الديار وذهب إلى الجدار ونادى الشمس: أيتها الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، فاحتبس عنا حتى يفتح الله لنا. فلم يفتح لموسى وفتح الله عز وجل ليوشع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفتح بيت المقدس وفتحه عمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم تهزم فارس وروم لا في القادسية ولا في اليرموك، كان في زمن عمر. نحن نبذل ولا ننتظر النصر، الأمر أمر الله. نحن نسعى ولا ننتظر النتيجة، العوض والجزاء من الله، ليس بيدك شيء. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. والمؤامرات لن تنتهي، والإسلام لن ينقضي، والمعركة قائمة، والباطل سيذهب والحق سيبقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال عمرو بن عبسة في صحيح مسلم قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه مكة فتلطفت فإذا هو جراء عليه قوم مستخفيا من الناس، قلت سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم يستخفي من الناس. قال: إلى ما تدعو؟ فدعاه قال: إني متبعك، من معك؟ قال: حر وعبد، حر أبو بكر وعبد بلال هم الذين مع النبي. قال: إني متبعك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الآن، ألم ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى قومي. سبحان الله، يخاف عليه ويقول له: ارجع الآن. حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على قتله وهموا به ففشلوا، فحاربوا المؤمنين في الأحزاب، اجتمعوا من كل حدب وصوب فأخزاهم الله عز وجل. وجاء المغول والتتار والصليبيون والإنجليز والفرنسيون والعدوان الثلاثي، ولن تنقطع ولن تنقضي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم حتى تقوم الساعة وهم كذلك. فينبغي علينا أن نصحح المسار مع الله عز وجل. وآيات القرآن التي تتلى أن نتدبرها بالقلب، والله والله تريح الإنسان. فإن تولوا فقل حسبي الله، أنت ما تملك شيء، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت في أمري وفعلي، وهو رب العرش العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العرش على السماوات والأرض هكذا. إن كان الله يملك العرش ويملك السماوات ويملك الأرض، ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويهب ويمنح، يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، يقلب الليل والنار، سخر الشمس والقمر والقمر قدره منازل، حتى عاد كالعرجون القديم، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لكل أجل كتاب، وما بكم من نعمة فمن الله، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. بعد هذا لمن تركن ولماذا تخاف؟ الإنسان يحزن لكن لا يعول على غير ربه، ولا يرجو إلا الله، ولا يدعو إلا إياه. في الختام قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا وأصلح ذات بيننا. اللهم وفقنا لقيام رمضان وصيامه. اللهم إن كان في سابق علمك وبما جرى به قلمك أن هذا آخر عهدنا برمضان، اللهم اجعله مسكا للختام، اللهم اجعله مسكا للختام، واغفر لنا الذنوب والسيئات والآثام، وارزقنا حج بيتك الحرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله على هدي الصحابة والسلام. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.